بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. الحقيقة خلال الحلقات الماضية إحنا طوفنا قليلا مع بداية كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المعروف بالصحيح للإمام البخاري. ده الاسم الكامل اختصارا الناس أو اشتهر بأنه صحيح الإمام البخاري. وإحنا عشنا الفترة دي طوفنا مع بداية الصحيح، وتعرفنا شوية على طرائق أو طريقة الإمام البخاري في ترتيب الجامع الصحيح، وحاولنا نتعرف من خلال ذلك على فقهه وعلى علمه وعلى منهج الإمام البخاري في طريقة ترتيبه وتنسيقه لكتابه الجامع الصحيح، واطلعنا على بعض من ملامح منهج الإمام العامة لكتابه الجامع الصحيح. فلقد بدأ الإمام البخاري صحيحه بكتاب بدء الوحي. نذكر عشان اللي ما شافش الحلقة الأخيرة إنه الكتاب الصحيح الإمام البخاري مقسم إلى كتب، وكل كتاب تحته أبواب، فهو ابتدأ بكتاب بدء الوحي قبل كتاب الإيمان، لأنه وكان ليه حكمة من وراء ذلك. يعني هذا الترتيب من الإمام البخاري زي ما قلنا مقصود، ومن ورائه حكم، منها إن أول شيء يجب هو الإيمان، أول شيء يجب الإيمان به هو الوحي، لأن كل المطلوبات أو كل جميع متطلبات الإيمان مما هيعرض ليها كتاب الجامع الصحيح من الأحاديث اللي هتذكر فيه متوقف على إيه؟ متوقف على كون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا كريما موحى إليه، لأن هو ده زي ما قلنا قبل كده بداية الطريق، الأساس اللي هينبني عليه بعد كده كل اللي قادم. إيه الأساس؟ الاعتقاد. لأن أي مؤمن، أو هو ده مبدأ الطريق لأي مؤمن، إنه يعرف الدليل على نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن طريق معرفة اتصاله بالوحي. فأتى لذلك الإمام البخاري بأول كتاب في الجامع الصحيح اسمه كتاب بدء الوحي. وبعد الفاصل إن شاء الله نستمر في رحلتنا في التعرف على الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. كنا قبل الفاصل في صحبة تبويب الإمام البخاري لكتابه الجامع الصحيح، وقلنا إنه هو الجامع عبارة عن الكتب، مجموعة من الكتب، تحت كل كتاب مجموعة من الأبواب. كل كتاب بيضمن موضوع بيتناوله الإمام البخاري، فبيجمع كل الأحاديث الخاصة بهذا الموضوع. فإذا تكلم عن قضية الوضوء فعندي كتاب اسمه كتاب الوضوء، وتحت كتاب الوضوء مثلا مجموعة من الأبواب اللي فيها الأحاديث الواردة بهذا الخصوص أو بذلك الموضوع. لكن نعود إلى الترتيب في بداية الجامع الصحيح. ابتدأ بكتاب بدء الوحي، ثم تحت الكتاب بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه لهذا الترتيب وفق هذا النسق الموضوعي حكمة أرادها الإمام البخاري، وفهمها واستقاها من أنوار الوحي الشريف. لأنه إذا استقر في القلب يقين وتصديق، أو استقر في القلب يقينا وتصديقا إن سيدنا محمد رسول الله، رسول صلى الله عليه وسلم، بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا، وعرف أو عرف ذلك الذي أيقن بهذا التصديق بأنه بشر يوحى إليه،
فقد آمن وبذلك كانت العقيدة في قلبي واستقر هذا المعنى وهذا الإيمان في قلبي، وأتبع ذلك يعني بعد ما آمن بذلك أو بعد ما استقر التصديق بالوحي بيجي وراه إيه؟ إنه وجب على الإنسان إنه خلاص دخل في الإيمان، ووجب عليه إنه يتعلم الشرائع حتى يكون ذلك الإنسان مطيعاً لربه، فيترجم الإيمان، لأن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل، فبيترجم ده للتصرفات بإنه إطاعة المولى سبحانه وتعالى، وإنه يكون ممتثلاً لربه متصف بالإيمان. وأول ما يجب إنه يتعلمه حينئذ هو الطهارة من وضوء وغسل وتطهر، ثم بعد ذلك القيام بأداء الصلوات، ثم بقية التكاليف الشرعية وغيرها من الأحكام والفضائل. ومن حكم اللي ممكن يعني نشير إليها في بدء الإمام البخاري صحيحه بكتاب الوحي، كانت دي نقدر نقول إنها إشارة من الإمام البخاري إلى إن الحديث النبوي اللي هو موضوع الكتاب، موضوع الجامع الصحيح، هو بيشير إلى إنه الحديث النبوي هو من قبيل الوحي الشريف، لأن هو الوحي الثاني، فله من الطاعة والامتثال بالقرآن الكريم، حيث إن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا يعني إحنا دققنا النظر في هذا السياق التنظيمي من الإمام البخاري لموضوعات الكتب التي ساق تحتها الأبواب، وكل باب فيه حديث بيتناول الموضوعات اللي بيناقشها كل كتاب في صحيح الإمام البخاري، هنجد دقة البخاري الشديدة في هذا الترتيب وذلك التنسيق. إذن استهل الإمام البخاري كتابه ببدء الوحي، كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، وقد راعى هذا الترتيب في تنسيق وترتيب وتبويب الصحيح، لأن أول ما يطالب به الإنسان بعد معرفته بالوحي الشريف هو الإيمان. يبقى الوحي، بعد كده الإيمان اللي هو التصديق بالقلب ثم باللسان والجوارح، لأن الإيمان قول وعمل، وعن الإيمان تصدر بقية الأعمال، لأن الإيمان الذي هو تصديق القلب هو الدافع، هو المحرك للعمل الصالح. وعشان كده قدم القرآن الكريم الإيمان على العمل، لأنه الأصل، هو الأصل اللي بينجم عنه وبيتفرع عنه العمل، كما في قول المولى سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى نهاية الآية الكريمة. وقول المولى سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وقوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقدم الإيمان على العمل. نرجع مرة تانية لتنسيق الإمام البخاري وترتيب الإمام البخاري لصحيح. نذكر مرة تانية، ابتدأ الإمام البخاري الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي، ثم بكتاب الإيمان، ثم بكتاب العلم، ثم بكتاب الوضوء، ثم بكتاب الغسل، ثم بكتاب الحيض، ثم بكتاب التيمم، ثم بكتاب الصلاة، ثم بكتاب مواقيت الصلاة، ثم بكتاب الأذان، ثم بكتاب الجمعة، وتحت كل كتاب من دول مجموعة من الأبواب. وطبعا احنا بندي نماذج كده، مع لو انت بتفتح صحيح البخاري من أوله تجد مجموعة هذه الكتب وغيرها من كتب تحتوي على سائر التكاليف الشرعية داخل الجامع الصحيح. والحقيقة أنه نسق الإمام البخاري الجامع الصحيح وفق ما قام به الدين من أمور الاعتقاد والعمل الصالح، لأنه قدم الإيمان والعلم قبل كتاب الوضوء. هو ابتدأ بدء كتاب بدء الوحي، بعدين كتاب الإيمان،
وبعدين كتاب العلم قبل ما يبتدي ياخد بقى الايه التكاليف والاحكام الشرعيه، قبل ما يبتدي يتكلم في كتاب الوضوء. فهو كانه راعى ما يتعلق بالاصول زي ما قلنا، العقائد يعني حط الاساس الاول اللي تنبني، اللي هي العقائد الاصول اللي هي التصديق بالوحي الشريف ودليله ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من امور كيف كان ياتيه الوحي ووصفه صلى الله عليه وسلم لذلك، وكل ما أخرجه البخاري بسنده في هذا الباب، يعني عشان وصف أحوال الوحي وكيف كان يأتيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ما راعى الإمام البخاري من الحديث عن الأصول وهي العقائد، انتقل بعد كده إلى الفروع وهي الشرائع، وقدم للشرائع بذكر كتاب العلم. يبقى كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم الأول، وبعد كده ابتدأ في كتاب الوضوء وهكذا. فتقديمه لكتاب العلم فيه إشارة مهمة إلى ضرورة العلم قبل العمل، وده هدي قرآني، لعشان يكون الأمر على بينة. أنت لازم تتعلم ولازم تعرف الأول كيف تقوم وتمارس التكاليف الشرعية. يبقى العلم بيسبق العمل، فقبل ما يكلمني عن العمل أرشدني إلى وجوب العلم أولا، وده في تنسيق وترتيب الإمام البخاري للجامع الصحيح، وده فيه اتباع للوحي الشريف. فقد قال الله تعالى لنبيه الكريم في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني ابتدى بالعلم وبعد كده بالعمل الاستغفار، فاعلم واستغفر. فابتدأ بالعلم وبعدين بالعمل، ذكر العلم قبل العمل. ورعى الإمام البخاري في تنسيق الكتب داخل الصحيح الموضوعات، فكان ترتيب الجامع الصحيح كالتالي: نذكر به كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم كتاب الوضوء. فهكذا قدم العلم، لأنه على العلم مدار كل شيء. ولذلك كان يعني اسم أول باب تحت كتاب العلم في صحيح البخاري كان باب فضل العلم. كل ده من يعني التنسيق ده وهذا الإبداع في الجامع الصحيح من الإمام البخاري، كان من تأثر هذا العالم الجليل بأنوار الوحي الشريف. يعني شوفوا إزاي الوحي الشريف نظم عقول العلماء. هناك أصول ويتفرع عن تلك الأصول الفروع، ويبتدي ينظم الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عقل العلماء وبالتالي عقول المسلمين، لأنه في نظام، في بناء بيتبعه إيمان وبيتبعه علم، إزاي الإنسان يسلك طرائق الإيمان ويترقى في هذا الطريق بالتصديق بالوحي، ثم الدخول إلى الإيمان، ثم بعد ذلك إلى العلم بما يجب أن يعلم الإنسان، ثم بتطبيق المأمورات الربانية بعد أن يطلع الإنسان على سائر العلوم والمعارف اللي تخليه يعني يطبق تطبيق الفاهم. وهكذا راعى أو انتبه الإمام البخاري في ترتيب الجامع الصحيح للموضوعات، ما كانش جمع عشوائي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل دفتي الجامع الصحيح، إنما كان جمعا منظما مرتبا وفق الفنون ووفق رعاية الترتيب الموضوعي، الذي نستطيع أن احنا نقول وكأن الإمام البخاري اعتمده كمنهج ينتظم عليه عقل الإنسان المكلف من جهة فهم الأصول وفهم العقائد، ثم بعد ذلك فهم الفروع التي تقوم على هذه الأصول. من هنا ومن خلال أشياء كثيرة بيظهر لنا عقل الإمام البخاري، وقد إيه هو استوعب التنظيم العقلي اللي بيحدثه الوحي الشريف في عقول أتباعه المتدبرين في كتابه.
المتدبرين في الوحي الأول وهو القرآن الكريم، المتدبرين في الوحي الثاني وهي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومدى أثر ذلك على عقول العلماء وبالذات الأفذاذ منهم اللي ربنا فتح لهم كالإمام البخاري وكتابه البديع الجامع الصحيح. رحم الله تعالى الإمام البخاري وأجزل له المثوبة والعطاء على عمله الفريد الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلم، المعروف بصحيح الإمام البخاري.